لجنة تحكيم الجائزة وبمتابعة شخصية من السيد رئيس الجمهورية قررت منح شهادات شرفية تشجيعية تعود الأولى لشركة ذات المسؤولية المحدودة حكمة فارما الجزائر ممثلة بالسيد عبد الكريم كعباش. شهادة شرفية تشجيعية تعود للشركة أو المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة الأرجوان للتمور ممثلة بالسيد سمير هلال كأفضل مصدر تمور لسنة 2023. شهادة شرفية تشجيعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة معصرة أوزلاغن ممثلة بالسيد إبراهيم قاسي كأفضل مصدر زيت زيتون لسنة 2023.